مقالة مهمة للكاتب الصحفي الأستاذ أشرف محمود في الأهرام امبارح، لكن وضع فيها النقاط على الحروف في أكثر من نقطة. نتمنى إن شاء الله مزيد من التفعيل في مراعاة مدونة السلوك الرياضي، لأنه أنا بستغرب هذه المدونة، مدونة سلوك فيها مجموعة من الضوابط اللي ممكن تحدد أو تضبط الأداء بشكل جيد، للأسف لم يتم الاهتمام بيها بشكل كافي، لم يتم الترويج ليها بشكل كافي، لم يتم تعميمها حتى على الزملاء اللي شغالين في مجال الإعلام الرياضي. ربما البعض منهم لم يتوفر ليه القدر الكافي من التأهيل الإعلامي لممارسة هذه المهنة على أهميتها وعلى تأثيراتها. نتمنى أنه، أنا عارف أنه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ربما يكون معني بجزئية من هذه الجزئيات، نتمنى منه المزيد من التفعيل في ده. هنا أي الأمثلة، بس الوقت عندنا مش متسع أنك تقولها. أي الأمثلة حتى إعلاميين كبار بيقعوا من شدة النجومية، ها، أو من شدة التخمة، لما يشعر أن الأجور هي اللي هي في كل الدنيا تقييم، يعني تاخد ما تستحقه، فيبدأ يتناسى أدميته ويتهكم على الناس. بقى يقول لك ما حدش بيكرمش 50 جنيه ويحطها في إيد حد. ما في هنا كاتب هذه واللي جاي بتوك توك هيرجع بعربية. يعني كلام شديد الإساءة. حتى الراجل الكسبان العربية دي هيروح بلده من الناس بدل ما تقول له مبروك تتريق عليه. ايه في دي خف الدم هو يعني؟ هو ده عندما يغيب الحس الانساني، يعني الحس الانساني عند وعندما تعلو قوي لدرجة انك تفقد حذرك. اللي احنا يعني عايزين نقوله تشديد العقوبات واجب، بس انا بطلب منهم حاجة بقى. هم دايما بيعتمدوا على ان اللي عنده شكوى بيحققوا فيها. لا، في ساعات في حاجات ما ينفعش تستنى شكوى. واضحة جدا 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 لما تبقى الإساءة بالأب وبالأم وبالتهمة بالتزوير وبالتلقيح وبالتعرض للأعراض، مش منتظر شكوى. لا، شكوى إيه؟ ما ينفعش. ويجب أن يلحقوا السوشيال ميديا ليه؟ في النماذج اللي هي على السوشيال ميديا بتظهر على الإعلام. بالظبط. اللي يكتبوه في السوشيال ميديا حتى لو ما بيقولوش في الإعلام كافي إن يعني يكون سبب يحرمه من الظهور لحد ما يصل لحرمان إلى الأبد. وصدقني في ناس كتير جدا جدا مستعده لاي شيء الا منع الظهور الاعلامي. صحيح. في زي النهارده اعلام مشجعين كلنا اهلي الاهلي الاهلي. يا عم انت كسبان في السعوديه، اصل الاهلي. انت كسبان مش عارف في القادسيه، اصل الاهلي. طول الوقت اصل الاهلي اصل الاهلي اصل الاهلي. الفكرة ما بقتش فكرة أنا بشجع الزمالك، أنا بتلكك للنادي الأهلي. ودي نتيجة قيادات إعلامية زرعت البذور دي وبترويها بمية الكد كل شوية. حلوة مية الكد دي، زي مية اللفت كده. بس هي مية مرة، واخد بالك؟ وأنا قلت كلمة واحدة بس. تاهت والإناه. يا اللي بتقول ان الفيفا مطلعه بتقول ان الزمالك هو البطل والاهلي الخامس، خلي بالك. حلوه قوي، ارفع قضيه يا فلان يا فلان يا فلان، يا مسؤول يا مش مسؤول، يا ارفعوا قضيه خدوا حقكم. مش هيرفعوا قضيه. اظن مفيش اوضح من كده. هو انت ليه بتشتكي للاعلام؟ هو انت ليه محولها الى كذبه وادعاء؟ ما تحولها الى حقيقه واتهام. وعندك المستندات يا حبيبي. روح الفيفا، روح الكاف، روح محكمه المحكمه الرياضيه، روح مركز التحكيم الرياضي، روح محكمه العدل الدوليه، وفي الاخر روح لاي جهه اختصاصيه. وفي الاخر الحسين والسيده زينب واللي انت عايزه، واعمل اللي انت عايزه، بس اوصل لنتيجه يمكن تريحك. يمكن السيده نفيسه. يعني اللي انا عايز اقوله، ما تفضلش عايش بينك وبين نفسك بتعيط. روح ارفع قضية خد حقك. يا ربما حد يرى انه طيب ده الناس اللي بتدعي ده انه الزمالك نادي القرن، الزمالك نادي كبير، وان هو يجي خلف النادي الاهلي في خلال قرن كامل ده حاجه كويسه جدا لمصر وللاهلي وللزمالك. لكن هو انت
عشان تقعد الزمالك على الكرسي ده لازم تقوم الاهلي؟ هي يعني فكرك وانت بتدافع عن ما تعتقد انه حق للزمالك لازم تتهم الاهلي باغتصاب حق؟ لازم تتهم الاهلي انه اتزورت له؟ لازم سيادتك تتهم الاهلي بالرشوه؟ الرشوه كده علني؟ هنجيلها طبعا. لما يصل الامر اعلاميا الى هذا الحد تفتكروا ايه الحل؟ احنا اتكلمنا على انه الاعلام مسؤوليته الحفاظ على التاريخ. جزء من مهام هذا البرنامج على وجه التحديد مش بس التوثيق ولا حتى الدفاع كما يبدو للبعض، لا، الحفاظ على القيم وعلى الحقوق وعلى التاريخ وعلى المكانة وعلى العلاقات وعلى كل ما هو طيب يخدم المنظومة الرياضية، اللي من أهمها العلاقات الطبيعية السليمة للأهلي مع كل الأطراف، وأولها نادي الزمالك كنادي منافس شقيق. بس العلاقة القائمة على الحقيقة مش على الكذب، ولا ان انت تتهمني في تزوير او اغتصاب حق او اهدار قيمة او دفع رشا. يعني وصلت الى هذا الحد؟ ده دي اللي مضحكة بقى، وانا هفندها لك تتكلم فيها، بس بعد ما تبتدي كده تفرج السادة المشاهدين عشان يعيشوا معانا. طيب، الزميل الناقد الرياضي علي السيسي تحدث لقناة LTC وفجر ما يراه قنبلة الموسم، نسمعه. موضوع نادي القرن ده محسوم امره من زمان، مصر كلها وافريقيا تعرف ان نادي الزمالك هو نادي القرن. المساله مش جديده ولا غريبه. هناك حقيقه مؤكده يعرفها الجميع في النادي الاهلي، ان الاهلي حصل على لقب لا يستحقه مطلقا، وان الزمالك تساهل في لقب هو الاحق به. هذه هي الحقيقه. والحقيقة الأخرى الأكثر تأكيدا أن الكاف اللي هو الاتحاد الأفريقي تآمر وتواطأ مع الأهلي لإهداء لقب لا يستحق. كل الناس تعرف هذه المعلومة. حصولنا على هذا المستند ده مستند يقطع الشك باليقين، وعلى لا يصدق أن يثبت عكسه. هذا مستند حاسم لكل ما يقال وما يتردد. نادي الزمالك، من حق نادي الزمالك أن يحصل على هذا اللقب حتى لو مضى 20 سنة. نادي الزمالك هو الأكثر حصولا على البطولات في القرن العشرين بواقع 9 بطولات، وجاء ترتيبه في المركز الأول. الاتحاد الأفريقي فند البطولات وأعدادها وحسابها، وجاب الأهلي حتى موجود في المركز الخامس ب7 بطولات. أنا عايز أقول حقيقة أن الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب يعرفان هذه المعلومة جيدا، وشركة أخرى للمقاولات. النادي الأهلي بنى قصرا لعيسى حياته في ياوندي حتى يحصل على هذا اللقب. بنى قصرا في ياوندي على حسابه الشخصي حتى يحصل على هذا اللقب الحرام غير المستحق. أعلق بس في نقطة أن النادي الأهلي تواطأ وتأمر. ما حدش يقول عن النادي الأهلي تواطأ. النادي الأهلي يتواطأ ويدي لنفسه لقب، حدش يجرؤ يقول عن النادي الأهلي هذا الكلام. اتنين، أن حسن حمدي والخطيب وشركة مقاولات رشوا عيسى حياته وبنوا له قصر في ياوندي. طيب عايزين نعرف امتى؟ ما هو الناس اتكلمت على ان في حاجه اسمها نادي القرن سنه 94. كويس؟ يبقى معنى كده في 94، ها؟ يبقى الاهلي او بعد 94 لما الاهلي اكتشف ان الزمالك عداه فراح باني القصر. طب هو احنا في 94 النادي الاهلي عمل ايه؟ انسحب 3 سنين. وقبليها قبل الانسحاب كان بيجي يشترك في البطولات، كان بيبقى بطل الدوري بطل الكاس. هو الاهلي ادى الفرصه للناس تتكلم. يوم يجي ايه؟ يشترك في الكاس عشان كان فاضل له بطوله وياخد لقب الكاس. سنتها كان لو اشترك
في بطولة الدوري الزمالك مش هيشترك، راح مشترك في الكاس. فالزمالك اشترك وخد البطولة ولعب السوبر معاه كويس. اذا الاهلي عمل حاجتين، انه كان بيختار البطولة لو هو في دماغه بقى، بدل ما يبني قصور ويغرم مبالغ، ما ياخد حقه الطبيعي ان الزمالك ما يشتركش وما عندوش فرصة ان ياخد القاب، مش كده ولا ايه؟ طيب بعد كده انت تيجي تنسحب عشان تقعد 3 سنين عندك فرص 6 ألقاب فيها، لكن لانك لو كسبت البطولة هتلعب السوبر، فهتلعب على 6 ألقاب، لو هتاخد منهم 2 ولا 3 ها ويتحرم بقى المنافس بتاعك من 1 ولا 2، فين المنافسة؟ فين المنافسة؟ وتاني بنقول هو مين نادي القرن في مصر؟ يقول لك مش هتخلص في جدل ولا جدال، النادي الاهلي هو نادي القرن في مصر. فيه ازاي ازاي بقى انت تبقى عايز تبقى نادي القرن ها في افريقيا وانت مش نادي القرن في بلدك؟ انت قلت تعبير لطيف قبل كده، انت عايز تبقى الاول على الجمهوريه وانت ما انتش الاول على المدرسه. وهو الزمالك النهارده ساعه 94 ما اتعملت المعايير اللي كل الناس رد بيها وانت عندك ردود النهارده وتوثق الكلام، ما كانش الاهلي محتاج ليدفع رشاوي بتاع، كان الاهلي ببعيد، كان الاهلي الاول والزمالك السابع. طب بالمعايير اللي اتحطت دي مين اللي استفاد؟ الزمالك بقى الثاني من السابع للثاني. عمره ما كان في مرحله من المراحل الزمالك كان متصدر، يوم ايه الاهلي يرشي علشان يتجاوز الزمالك؟ هو انا برشي وانا متصدر؟ ما دي عامله زي بطوله 2009 اللي يقول لك البطوله اللي ابو تريكه زق اللعيب والاتحاد ماتش الجيش، ده انت خسرتني 4 ماتشات عشان تلعبني ماتش فاصل يا راجل. اتحاد الكوره وجبنا لهم الحكم الاسماعيلاوي اللي خسرنا ماتش سيد فتحي، سيد فتحي الاسماعيلاوي سيد فتحي ونسيوا ونسيوا ان المباراه خلصت 3-1 مش 2-1 من كتر ما هم عايزين يركزوا على حاجه. الماتش ده خلص واتظلم فيها محمد طلعت لانه جاب جون بديع. فالكلام لازم يبقى منطقي، والكلام ده ارجو ان جمهور الزمالك يسمعه واحده واحده ويشوفوا اذا كان فيه منطق ولا ما فيهوش منطق. لان انا هنسحب عشان ارجع ادفع رشوه عشان اخد حقي؟ طب ما العب واحرمك من الدخول. او من الاول اخش في البطوله اللي تحرمك انت، لو انت لو انا هتشترك كبطل كؤوس اخش انا في الكؤوس، لو انت هتلعب بطل ابطال الدوري اخش انا في ابطال الدوري، مش هتلعب البطولات دي. صحيح. مش محتاج ارشي، مش محتاج اعمل حاجه. وبعدين مش الاهلي اللي بيرشي. شوف مين اللي عمل ايه مع ماتابيلا. احد الالقاب اللي بيضموها بمنتهى الاطمئنان الى سجلوه. حكم السوبر. ها؟ حكم السوبر. طيب كلام علي السيسي الحقيقه نقف فيه عند 3 نقاط مهمه، لانه كل واحده اكذب من الثانيه، كل واحده الكذب فيها درجته اعلى بكتير من اللي بعده، وبالمنطق وبالهداوه خالص خالص خالص. هو الراجل بيقول يا باشمهندس الاهلي بنى قصر، او مش الاهلي، الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب مسؤول النادي الاهلي وقتها بنوا قصر لعيسى حياته في ياوندي. عيسى حياته مش في ياوندي، عيسى حياته واللي راح معقل نادي القطن الكاميروني في جروة يعرف ان عيسى حياته من هذه المدينة المسلمة اللي في الجنوب الكاميروني، مدينة فقيرة جدا، عنده قصر هناك في جروة ملهاش علاقة بياوندي، مش مشكلة. بس وافرض ان عنده قصر تاني في ياوندي. الخطيب في 94، الخطيب في 94 هو رئيس النادي الاهلي في هذه السنه، كان في هذه الدوره كان الكابتن صالح سليم، وبالمناسبه الكابتن الخطيب ما كانش في المجلس خالص خالص وقت اعلان دينا شارب الاهرام، وهو بيعلن في 94 يناير 94 الاهلي زعيما للكره الافريقيه، ده أعلن في 94، وهتشوفوا الجمهورية سبقت في الإعلان عن ده.
5 ديسمبر 93 اول ما كتبت الجمهوريه عن الاحصائيه انتهت البطولتين بتوع دوري ابطال افريقيا كاس الكؤوس ودوري الابطال لسه النهائي ما اتلعبش. فحسب النقاط وحسب ما تم الاستقرار عليه كان منشطه الجمهوريه الاهلي اعظم فريق في افريقيا. مين اللي كاتبه؟ الجمهوريه ماجد نوار. ماجد نوار في الجمهوريه امتى حضرتك يا استاذ علي هذا الكلام؟ في الجمهوريه في تاريخ 5 ديسمبر 93. 93 كمان. 93 كان لسه شهر على ماتش السوبر. طب استنى بقى، المعايير صدرت 94 مش كده؟ اعتمدت في 94. صدرت في 94 اعتمدت. صدرت لأنه يا سيدي كويس، مش ما تمسكليش في دين. لا لا انا بس والنبي عشان خاطري والنبي ما تتوهنيش يا ابراهيم، ابوس ايدك بقى. اتفضل. اتصدرت للناس في الاهرام في 94 اعتمدت قبل كده. النقطه اللي عايز اتكلم فيها مش دي. هو انا كان محتاج الاتحاد الافريقي وانا الزعيم في 93 ان يعمل لي معايير تكسبني؟ طب ما انا كنت زعيم. يعني المعايير صدرت بعد الجمهوريه ما قالت الاهلي زعيما للكره الافريقيه. لا الجمهوريه قالت بناء. اصل بصوا يا جماعه المعايير مشت ازاي؟ لا معلش دي حته صحفيه. المعايير مشت ازاي؟ اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي مع اللجنه الاعلاميه في الاتحاد الافريقي تم وضع هذه المعايير. الجمهوريه كون انها تنفرد في 93 بما تم الاستقرار عليه. حلو قوي. يعرض على اللجنه التنفيذيه للكاف في دي ناحيه شكليه. ماشي. ايوه خلاص يا سيدي كويس. مش هي دي القضيه. القضيه اعلنت المعايير بعد اعتمادها في 94. ايوه خلاص. ايوه. طب انا زعيم من 93 هيلعبوا لي ليه فيها؟ يعني لو هم مفصليني. هي دي النقطه استاذ ابراهيم قبل الناس ما ناخدها في سكه. هي اعتمدت سنه كام؟ انت اتصرم من الاتحاد الافريقي الاهلي البطل سنه 93، محتاج بقى يحط لي معايير؟ طب ما انا البطل. وبالمعايير دي لو كانت بلغ الاهلي رسميا ها ما لا كان انسحب ولا كان عمل حاجه. انما احنا ده لولا ان احنا تنبهنا اخر سنه. لا لو انسحبنا السنه دي ممكن هيروح مننا اللقب. طيب اذا الكذبه الاولى الكبيره قوي انك في 93 و94 حال الاستقرار على هذه المعايير اللي بموجبها الاهلي اعلن اول انديه افريقيا الكابتن الخطيب مش في مجلس الاداره ورئيس النادي اللي دخل مجلس الاداره سنه كام؟ الخطيب دخل مجلس الاداره في دوره 88 مجلس الكابتن الوحش واللي انتهت مهمته قبل انتهائها في 92 وابتعد في هذه الفتره. فمبدئيا فضل بره المجلس لغايه 2000. فانت من 92 لغايه 2000 الكابتن الخطيب مش في مجلس الاداره. فلما تيجي تقول لي الخطيب قدم رشوه هو وكابتن الخطيب والكابتن حسن كان نادي القرن حسبة سنة 93 و94 ده يعني مش يعني كلمة كذب قليلة عليه شوية قليلة قوي. ما كانش في 96؟ لا. أما الأغرب والأفدح والأنكت بقى والأضحك إنه يتقدم للأهلي يقدم رشوة ب 3 مليون يورو يبني بيها القصر العيسى سنة 93 و94. 3 مليون يورو مش قال 3 مليون يورو؟ طيب اليورو كعملة ما انا بقول لكم ده الانكد. اليورو كعملة تم اعتمادها في الاتحاد الاوروبي في يناير 2000. انا مش فاهم 2000 الاتحاد الاوروبي اعتمد العمل بعملة اليورو في يناير 2000 بس فين تم وجودها في العمل المصرفي في 9 في 96. هنا في نقطة بقى يا استاذ ابراهيم. اليورو كان تحت التجربه فقالوا النادي الاهلي خدوا جربوا مع عيسى حياته لو نفع هنعتمده. يعني اليورو اعتمد 2000 لكن احنا دفعناها لعيسى حياته ما بين 94 ل 98. طيب انت دفعت لعيسى حياته باليورو قبل ما العالم يعرف اليورو ماشي، بس انت سنة 93 و94 انت معلن، انت ليه محتاج تدفع ده سنة 2000 ولا 2002؟ يعني انا بدفع على حاجه خدتها من 10-12 سنه، بدفع في 2002 او في 2000 جايزه انا اصلا انت كاتحاد افريقي اعلنت لي ده بموجب المعايير سنه 93 و94
اعتمدت في تنفيذية الكاف في 94. فيه مسؤولية أكتر من كده؟ فيه دليل أكتر من كده؟ إيه بقى الورقة اللي طلعها علي السيسي؟ ده المهم. مهندس عدلي قال في البداية هي الناس دي غاوية كلام كده ليه؟ ما تروح تشتكي يا أخي، أنت قلت لي من الفيفا. طب هو الفيفا إلكترونيا بعيد عنك؟ ابعت للفيفا قول له مدى صحة هذه الأوراق الصادرة عنك. ولو الفيفا رد عليك وقال لك أيوة دي صادرة عني، هنقول لك عندك حق، أنت صادق. إنما عايز تطلع لي أي ورقة وتقول لي صورة بالفاكس الفيفا تؤكد، أنا أقدر أكتب لك صورة بالفاكس الفيفا يؤكد إنه بان عبيد نادي القرن في العالم. لو أنت فاهم إن المستند بتاع سيادتك الجملة المزيل بيها تحت، لا لا لا، ده أنت تبقى المسألة في التمام خالص لمجرد إن صورة بالفاكس من الفيفا. هي دي درجة التوثيق وهي دي الأهمية. هذه الورقة صادرة عن موقع اسمه RSSSF 3SF. ده سنويا بينشر عدد البطولات سنويا. أنا ماليش كلام يا باشمهندس عن مدى صدقية هذا الموقع ولا أهميته، بس اللي أنا أعرفه أنه أي موقع بره نطاق المسؤولية تقدر تخليه يكتب أي حاجة. أقدر أعمل لك موقع دلوقتي يقول لك اللي أنت عايزه. ما هو يقدر يحط المعايير اللي تعجبه. ولا يعني في النهاية ما فيش مسؤولية، اكتب عليه اللي أنت عايزه، ده في الفضاء الرحب. ده منك للسماء، اكتب اللي أنت عايزه. بقول لك قول أي حد من القرن. بعد ما تقول لي هقول حاجة. فأنت هتلاقي هذا الموقع يا باشمهندس طلع هذه الورقة اللي أخونا علي السيسي طلع وقال لك دي من الفيفا، وهي مش من الفيفا ولا حاجة، ده من الآر 3SF. الآر 3SF هو اللي عمل هذه الورقة. عاملها ليه ولمصلحة مين وعشان مين؟ دي حاجة ما تخصناش. هو موقع تحت بير سلم صغير كبير، أدي أصل الصورة، أدي أصل النشر اللي على هذا الموقع اللي أخونا علي طلع قال لك ده من الفيفا. أدي دليل الكذب اللي ألصق بالفيفا ظلما وبهتانا. ده الموقع. اصل انت وادي الورقة استاذ ابراهيم، لما يكون الفيفا طلع كده انا مسؤول في نادي الزمالك اعمل ايه؟ تاني يوم الصبح اكون رافع قضية عند الفيفا. مش كده ولا ايه؟ عايزين تشوف عايز تشوف العبث بقى اللي في الورق، لانه هو ده الورقة الاصلية اللي الراجل شخبطها ونخبطها وعشان تبان ان هي مرسلة بالفاكس زي اي حاجة، اي تشويهة، ويبان لك ايه يكتب لك بتاعت صورة فاكس الفيفا تؤكد جدارة الزمالك بمقدمة افريقيا. ده مستوى التوثيق ودليل قال لك المستند اللي محدش ينفع يتكلم فيه، فعلا محدش ينفع يتكلم فيه. هذا الموقع يا باشمهندس لما حط الزمالك قال لك بعدد البطولات اللي خدها عدد الكاسات، عد الكاسات وقال لك عنده 9 كاسات فحطه في المركز الاول.